محمد يقول: ما السنة للمصلي إذا كان يصلي قاعدا أن يضع يديه على ركبتيه أو على صدره، وقد جاء بعض الأحاديث تدل على مشروعية الوضع على الركبتين، فما هو التوجيه؟ كله جائز، وضعهما على ركبتيه على فخذيه، أو وضعهما على صدره في حال القيام، في حال القيام أو يعني في ما يقابل القيام، فلا بأس بذلك، هو مخير. نعم.